منذ عام ونصف العام اندلعت الحرب في شمال بورما، رغم أن الحكومة تحدثت عن السلام وعن بدء مرحلة جديدة. أقلية الكاتشين خاضت حربا شرسة ضد القوات الحكومية التي يبدو أنها حققت تقدما كبيرا في هذا الصراع، لكن الحرب دفعت بعشرات الآلاف من سكان المناطق الشرقية بمغادرة مساكنهم باتجاه الملاجئ المحاذية للحدود الصينية. المساعدات الإنسانية الوحيدة التي تصلهم تأتي من منظمات الإغاثة الدولية عن طريق تهريبها، ناهيك عن اكتظاظ المخيمات بعدد كبير من اللاجئين. الجيش البرمي يقصف قريتنا، فررنا من الموت وتركنا كل شيء وراءنا حتى ثيابنا. ومع ذلك ما تزال المعارك مستمرة، لكن يبدو أن الجيش البرمي أصبح قريبا من إحكام سيطرته على إقليم الكاتشين. هذه التطورات دفعت وجهاء الإقليم إلى البحث عن حلول سلمية لهذا الصراع، لكنهم لا يثقون في الحكومة البورمية. الحكومة عرضت علينا محادثات السلام قبل أيام، نحن لا نرفض ذلك، لكن مع القصف الذي نتعرض له لا يمكن الحديث عن السلام. نريد مفاوضات سياسية حول وضعنا في بورما. قتل المئات في هذا الصراع من طرفي النزاع، ومعظم هذه القبور حفرت في الآونة الأخيرة. في المساء يعود الجنود النظاميون من جبهات القتال وقد أنهكتهم المعارك. يقذفوننا بالمدفعية باستمرار وقد قتل عدد من جنودنا. وعندما تخفت أصوات المدافع في الليل، يخرج من بقي من المدنيين في الإقليم يصلون للسلام، لكن من يسمعهم؟ فمقاتلو إقليم الكاتشين لن يتنازلوا عن مطلبهم بالحكم الذاتي وهوية مستقلة. أما الحكومة البورمية فتعتقد أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر.